ياكلوا اللحم ولكن غير البلدي فقط والناس اللي مرض ما ياكلوش كاع. ما الافضل؟ فيه مشاكل كثيره. كل مشاكل دابا تلقى الطبيب. ولكن واش الجسم ماشي تخصو شي حاجه الا ما كليناش كميه كبيره ديال اللحم؟ شي غادي يخصو غادي ناخذو في 100 غرام ديال الحوت في السيمانه. 100 غرام ديال الحوت في السيمانه فقط كافي. غير اللي عنده فقر الدم وهشاشة شاط العظام تناخذوا الاحتياطات تنحطيو شويه الحوت زياده 100 غرام في النهار واخا، ولكن بطريقه ما مقلي ما سميتو ما مؤدي الى الجسم. طويجين كما تتركز عليه ناخذوا الطري والطويجين ديالنا مزيان. هنا لقينا على انه حنا ملي تنصحوا الناس باللحوم ماشي بداك الكثره واحد، وماشي داك اي لحم في السوق دجاج رومي او داند. دابا حنا الناس يمشيو معرخه مع الاسف. وثانيا ما تلقاش الناس اللي غادي يوجهوهم الى اي نوع من اللحم، تيقول كل لحم على المجمل على الجلوبال، هي با ما كاينش داك التدقيق اش من لحم بالضبط اللي خصنا ناخذه. حنا الاصل تناخذ تنصحوا بالسمك، ولما لا بحال تيجيو الناس من اوروبا تيتلفوا ما تيعرفوش، تنقول له خذ بيضه بلديه في النهار. بمعنى النوعيه، حيت حنا شنو هي الحاجه بالضبط الى اللحوم؟ عندنا مجموعه ديال عندنا مجموعه ديال لي زاسيد اميني، حيت حنا ملي تناكلوا اللحم والبروتينات بالخصوص ماشي هي اللي تتمشي للجسم باش تبني، هي تتقسم في الجهاز الهضمي بين في المعده وفي الامتصاص يكون في الامعاء. تناخذوا حنا تناخذوا لي زاسيد اميني، هاد لي زاسيد اميني حنا تناخذوا منهم عندنا 21 واحد 8 خصيصا تناخذها في اللحوم الحيوانيه. حنا ناخذها في البيض، علاش انا غادي تقيدني ناخذها لابد في الدجاج او كذا؟ حيت حنا مثلا ناخذوا لي زاسيد اميني في اللحوم ان تتمشيني سموم اخرى هرمونات واشياء غير صحيه اللي هي كيماويات اساسا او مغيره وراثيا، وانا غاتاديني حيت جسمي تيعرفش الحاجه اللي ماشي طبيعيه او اللي مغيره وراثيا تيبدا تيرفضها رفض. هنا كاين قواعد نرجعوا على سيتولوجي اللي هي علم الجميل اللي خصنا نتعلموه، هو علم الخلايا. ما شاء الله واحد العالم عالم غريب. هنا ملي تنرجعوا له تلقى حق الجسم تيرفض عده المواد بالخصوص المواد اللي مغيره وراثيا او سامه او تحولات بفعل الحراره او القدام او تحولات كيماويه وهكذا تنقدروا تنادي نفوسنا بلا ما تنشعروا. اذا الاصل هو اللحوم بخصوص التداوي. حنا عندنا اللحوم تنحيدوها ما امكن 100% وتمشيو الخضر وما طيباش. خضار ما طيباش نظرا للقاعده اللي سبقنا تكلمنا فيها. طيب ناخذوا سناء من فاس. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يخليك، انا بغيت نسال الاستاذ عبد العلوي. نعم مرحبا. الله يخليك، انا عندي اضطراب في الدوره الشهريه وعندي عدم انتظام في الهرمونات وكتخرج لي حبوب في ظهري وفي وجهي وفي صدري. بغيتك تعطيني شي حاجه الله يعطيك الصحه. العمر شحال؟ 24 سنة. أولا الماء والبصل حاول تداوم عليه ديما 5-6 مرات في اليوم، وحاول تاكل خضر فواكه ما طيباش. ثانيا الماء المغلي نورمالمون زيت زيتون على الريق، إلا خديتي هذه الأمور لمدة 3 أسابيع غتحس بالفرق. أش من مدينة؟ فاس. فاس، إذا عندنا فرع في فاس في النرجيس، والهاتف غتلقاه إن شاء الله عند الأخت زينب، وغادي تكون زيارة لفاس الجمعة الثانية من رمضان. إذا حاولوا الماء والبصل، ممكن ما تحتاج تجي عندي المركز إلا تبعتي الطريقة اللي عطيتك، وحاول تعيش نباتية لمدة شهر كامل تاع رمضان مع الدعاء حتى حاجة ما تبقى إن شاء الله تعالى. نعم، يكون باس سناء من فاس. ناخذوا لينا من الرباط. لينا انقطع لها الخط. لينا. ألوي. السلام عليكم. السلام، لاباس بخير. شكرا بزاف على البرنامج. أهلا وسهلا. كنستافدوا منه بزاف. مرحبا بك. وبغيت نسول أستاذ إلا كان ممكن. تفضلي. نعم. أنا عندي مشكل ديال الأعصاب في المعدة، وأربع سنين دابا باش كنعاني منه، وعندي 26 عام. درت كاع الوسائل، يعني كيكون غير واحد المدة ومن بعد كيعاود يرجع ليا. عندي حموضة بزاف. نعم. عرفت شنو ندير. العمر شحال؟ وبغيت 26. اذا عقل على وبغيت اسمح لي دكتور عافاك. نعم. بغيت نسول على نعم قطع الخط. طيب حد سعيد اتصل بنا مره اخرى على 0522-36-10-36. اذا القاعده عندنا في الحموضه عقلوا، الله يجزيكم بخير، ما بغيناش شي حوايج شفناها نبقى نعاود نتكلموا فيها. قيدوا، ديروا برنامج ورثوه الى الاجيال اللاحقه، لان امور ديال كل نهار مزيان. وما تنساش واحد المساله، خصنا نرحموا على الاجداد والناس الاولين، لان دخلوا لنا البيوت ديال حوايج اللي حنا مازال تنستافدوا منها، بحال البصله، بحال زيت العود، بحال الخضار، بحال نوعيه التوابل، سكينجبير، الابزار، هادو شكون اللي دخلهم؟ ماشي حنا اللي دخلناهم، حنا جينا تنستفيد. والغريب هو انهم تنجيو نستعملهم تنستعملهم بطريقه عوجه،
تنخلو العطريه في الشمس، كاين اللي عنده الشمس تدخل الكوزينه، تنطيبو في الالومنيوم وتنطيبو في اواني غير صحيه وتنقليو. القلي جانا من بعد ما جاش من الاولين، كذلك المعلبات. فالله يرضي عليكم، ما دخلنا شي حاجه ندخلوا على العلم، ماشي العلم كاين ندخلوا المعلبات، العلم كاين وتبيع على انه المقلي ما مزياش وحنا مازال تندخلوا المقلي للدار. عباد الله، شو هذا العلم ونطبقوه ونستافدوا منه، ماشي العلم حاضر كما تيل الحمار يحمر الاصفر. حنا خصنا نكونوا عمليين، لان العلم ديالنا جميعا وتنور طريقنا. اذا فرحموا على الاولين، دخلوا البصل والثوم هذا الخير هذا. ثانيا الحموضه عقلوا، الا غليتي كاس الماء او جوج او ثلاثه وشربتيهم في الحين الحموضه ما تتبقاش، حتى اللي عنده التخمه، اللي عنده الاسهال، اللي عنده التخمه في جسمه وعنده الامعاء عيانه، اسهال او امساك، ما شاء الله الماء مغليتي نقي. انا شربته البارح شويه سخون صراحه، جوعني من بعد ربع ساعه. والجميل هو انه منشط هرموني، يعني حتى الناس اللي عندهم الضعف الجنسي ياخذوه قبل، فهو تيرفع الحواجز الهرمونيه والحواجز العصبيه، فتيريح وتخلي الجسم مرتاح. هذا اولا. ثانيا مغلى الشاي، تنغلي شويه الماء مرقه الشاي، اما فمنا وتنشربوا عليه الماء، واما تنحركوا تنشحروها في الشاي وتنصفيوه وتنشرب بدون سكر، لان الشاي مغلى الشاي بدون سكر تحيد الحموضه، ومغلى الشاي بالسكر هو اللي تيبني الحموضه وتزيد في الحموضه وتتعب الامعاء وتتعب البنكرياس وتسبب لنا السكري. عقلوا جوج هالماء مغلي يترو في النهار حتى جوج يترو، يدير ربع ساعه في الحين ديال المشكل، نعاودوا نص ساعه من بعد، والا نستعملوا مغلى الشاي. كاين المغلى ديال قشور الرمان، عباد الله، مغلى الشيح، مغلى الزعتر، غير حنا تنقلبوا على اللي موجود في الدار. علاش؟ باش تكونوا بحال السيده تتصنت لهذا المنبر المبارك، لقات راسها على عندها ضربات القلب، كنا تنتكلموا على الماء والبصل، في البلاصه مشات خذات الماء والبصل رجعت كملت ليميسيون، في ليميسيون ارتاحت. عباد الله، هادو ناس تيعلنوا هاد النجاحات في وسط الاوساط اللي هما فيها، وبعضهم البعض تيفتخروا بها. واش الماء والبصل تيكلف وتيعالج كثير من امراض القلب؟ ولكن حسن المتابعه بالمقادير، وخليكم صاحبين مع الطبيب، وجلسوا مع الطبيب وقولوا اش تنديروا، ما تخافوش من الطبيب. وخا يتقلق في الاول غير خايف عليكم، في السلول ان شاء الله غادي تنوروا له الطريق، وغادي يزيد ينوركم حيت هو عارف الحيتيات اللي انتم ما عارفينش، بصفته اخصائي ما شاء الله. اذا وصفه اخرى اللي لابد ان نضبطوها في حموضه المعده، وعصير بطاطا. تنغسلوا بطاطا مزيان، تنقشروها، تنعصروها بوحدها، ما تزيدوا لا حليب لا الماء، تنعصروها وتناكلوها مباشره. الحموضه باي باي الحموضه، ولكن لا كولوباتي، العصر في الامعاء خصو لابد ان ساعات النحل، وخصو شويه ديال الجوع، الماء والعسل او الماء والبصل والعسل، فقط ثلاث ايام الى ثلاث اسابيع ممكن ضبطوا الجهاز العصبي. ومع النحل لقيتوا احسن معالج للجهاز العصبي. انتم شفتوا الناس الامراض اللي سبقت تكلمنا عليها، حتى لي نوغولوك تعترفوا بها، حتى لي كارديو تعترفوا بها، حتى كثير الناس اللي في الجهاز الهضمي خلال لا كولوباتي او الاعصاب على صعيد الجهاز الهضمي كيعترفوا الحمد لله. شنو الوصفات اللي دارت حتى على ساعه النحل؟ دارت على ساعه النحل، مشيت على 25 نحله وثم على ساعه النحل. اذا هادو مزيان انهم نستعملوهم. لذا بحال ذاك المساج اللي كنا كثير الناس علمناه اللي تيجيو عندنا العياده، وغادي نحاولوا نذكروه لكم باذن الله بطريقه اللي غادي نقدروا نفصلوا باش نزيدوا نبينوه. كثير الناس كان عندهم الم الوالده، الدوره الشهريه عيانه او النزيف، هذا المساج تيعاون. اذا ما هو الا حركه دائريه حول الكورد امبيليكال، تنديروا بزيت الزيتون مع قراءه ايه الكرسي سوره الرحمن، وتم مساج على العمود الفقري في الظهر، عطى نتائج كبيره واسترخاء وترك العياء. نعم. طيب سؤال اخر يقول السلام عليكم، هذه نوال من مدينه الدار البيضاء، عافاكم طريقه استعمال الماء والبصل وحبوب اللقاح. هو سهله، تتغلي كاس الماء، ملي يدفى شويه تدير فيه جوج معلقات ديال عصير البصل، تحركهم في الماء، معلقه حبوب اللقاح تخلطوا مع الماء والبصل، وتاخذوا ديما قبل الوجبات واحد الساعه وربع ساعه ونص، تاخذهم خمسه سته المرات في النهار، عطى نتائج كبيره جدا. تصوروا هذه الوصفه هذه اشتغلنا بها في ليبرتونسيون، عطات نتائج في السكري، في الفشل الكلوي، في القلب والشرايين، اشتغلنا في ليبيليبسي، اشتغلنا فيها في ليزونجيوم، في الكبد او كذا، اشتغلنا بها في المشاكل ديال الالتهاب الكبدي، يعني اكثر من 70 مرض مستعصي بعد طريق هذه الوصفه، وعطت نتائج كبيره جدا. لذا نقول الى الاطباء بدايه هما تيعطيو لي كورتيزون لي كورتيكويد، حنا بدايه تعطيو الماء والبصله مزيان، الماء مغلي زائد بصل، وعطانا نتائج تنقيه واعاده بناء العضو المريض. نعم.